تانية محطاتنا الصباحية لليوم رح نحكي فيها عن التفوق الدراسي اللي هي أكثر الأمور المهمة بحياة الطلاب ومستقبلهم. اليوم الطالب لما بيركز وبيوضع هدف من بداية العام الدراسي حتى يمكن من بداية يومه في ركائز في عوامل بتساعده على تحقيق هذا النجاح، وأكيد النجاح والتفوق بيفتح له آفاق ومستقبل أفضل. اليوم مشاهدينا بدنا نحكي أكثر عن التفوق وعن النجاح، وأيضا فرص متنوعة بتفتح لنا آفاق كتير جديدة. اليوم رشا، قديش مهم الطالب من بداية العام الدراسي يكون في قدامه أهداف أكيد. لطموحاته ولنجاحاته، يمكن لازم يحط وخصوصا طلاب المرحلة الثانوية لحتى يتأهلوا لمرحلة الجامعة لازم يكونوا حاطين أهداف قدامهم حتى بحياتنا الشخصية صحيح. والمهنية يمكن كمان لازم يكون في أهداف للنجاح. صحيح، اليوم التفوق هو شيء ما هو سهل بحياتنا، يعني لنقدر نحن نقول أنه أنا متفوق أو هذا الطالب متفوق اليوم في داعم جدا مهم وهو هنن الأهل وأيضا الكادر التدريسي والطموح الموجود داخل كل شخص فينا. اليوم في أسس، في تنظيم، والتنظيم هو من أهم عوامل وأهم الأسس اللي بتساعد الطالب ليكون طالب متفوق ليقدر يدخل سوق العمل وهو عنده ثقة بقدراته ومهاراته. قديش هذا التفوق بيخلي قدامه خيارات كتير واسعة من الخيارات بسوق إن كان أكاديميا أو كان بسوق العمل، غير الطالب اللي بتكون الإمكانيات محدودة. اليوم شو أهم النصائح كونه نحن ببداية العام الدراسي؟ هدول النصائح وغيرهم حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم وهي الأخصائية التربوية تالين قززيان. وبدي أقول لك صباح الخير. الحمد لله على السلامة يا تالين. صباح النور. صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله هيك عام دراسي مليء بالنجاح والتفوق. آمين. والسلام والخير لطلابنا وكادر التدريس وإداريين وجميعا. آمين يا رب. بالبداية دائما منعرف أنه النجاح التفوق له كثير من العوامل اللي ممكن تحفز الطالب وممكن أنه تخليه يتراجع أو يكون عنده شيء من الأحباط. اليوم خلينا نحكي كيفية الاستعداد باعتبارنا ببداية عام دراسي جديد، كيف ممكن اليوم الطالب يستعد لهذا الشيء ليكون متفوق ويكون متميز دراسيا، وأيضا كيف ممكن يكون على الصعيد الدراسي على الصعيد الشخصي وأيضا النفسي؟ هلأ بداية نحن بنعرف بفترة الصيف الطالب هون كتير بيكون متشتت وبيكون مضيع يعني بين بأسلوب نومه بأسلوب حياته، ما بيكون عنده مثلا لسه هالاستعداد هيك انه يرجع المدرسة، وبيكون بالنشاطات الصيفية وبهي الشغلات. هلا الاستعداد النفسي كتير مهم لحتى الطالب يرجع. أول شيء هو لازم يحدد الأهداف من بداية العام الدراسي طبعا بمساعدة الأهل. أنا كيف بدي حدد أهدافي، شو بدي ساوي، كيف بدي بلش، لازم ننظم وقتي، لازم ننظم أسلوب حياتي. هي كلها الاستعدادات النفسية كتير مهمة، خاصة مثل ما قلنا أنه بداية هو بيكون جاي لسه هيك ضايع بمرحلة فوضى، بيكون بفترة الصيف وخمول وكل هاي الشغلات. الاستعداد النفسي كتير مهم، أنا لازم حدد هاي الأهداف ولازم نظم هاي الأهداف ولازم امشي عليها مشان ما بس أنا بلش بعام دراسي هيك نفسيا منيح، لا انا حتى لازم احط التفوق والنجاح ب يكون عندي هدف لحتى يعني. انا امشي عليه. هيدون الاستعدادات النفسية كتير كتير بتأثر فينا. مثلا نحن الأهل لازم نعطي دائما شيء إيجابي للطالب، لازم أنا مثل ما قلتي حضرتك مثلا المرحلة الثانوية هو لازم يكون عنده استعداد نفسي ويشجع حاله بشغلات. أنا بدي انجح من اول العام الدراسي، بدي اتفوق، بدي احط هدف قدامي، بدي احط شغلات امشي عليها لحتى اقدر اوصل للشيء اللي بدي اياه. هلا من الناحيه الجسديه ايضا هون استعداد الجسدي هون اكثر شيء طالب هلا بيكون هو ضايع بين انه الخمول والكسل والنوم. هون انا لازم عود الطالب كاهل اول اسبوعين ثلاثه على انه انت لازم تنام بكير، تفيق بكير مشان الساعه البيولوجيه للجسم عنده يشتغل. ليش؟ عقله بيرتاح، هو بيرتاح، بصير عنده تركيز اكثر للدروس وبيكون عنده هيك قابليه اكثر لدوامه مثلا الصبح يفيق ويروح مستعد. وطبعا ما بننسى كمان الاستعدادات الجسديه للنظام الغذائي كثير مهم. النظام الغذائي نحن لازم كاهل ننتبه على طلابنا عليه مشان
يكونوا هيك مستعدين جسديا جسديا وبتركيزهم وبعقلهم. طيب هذا الاستعداد الجسدي ان كان او النفسي يعني اليوم هو مسؤوليه ودور من الاهل يعني كرمال يكون الطالب مستعد، ولكن شو فائده كل هدول الاستعداد اذا كان الطالب ما عنده طموح؟ هون في صار عندنا مشكله. هل المشكله بترجع انه هو الطالب يعني طبيعته هيك ما عنده طموح بالحياه ليقدر يتفوق، او اليوم الاهل كان لهم تاثير سلبي بالعمر المبكر للطالب؟ هلا الاهل لهم تاثير لازم يكون ايجابي، انه انت نحن عم نبلش بعام دراسي جديد، نحن بدنا نحط كل شيء عملناه هذيك السنه مثلا من زدته ورا ظهرنا. هلا شغله هي الفشل، إمكانية تغيير الفشل اللي صارت مثلا بالسنوات القبل أو الشغلات اللي نحن فشلنا فيها، المواد اللي فشلنا فيها بالسنوات القبل نحن لازم نعوضها هي السنة، بدنا نستعد لها بإمكانية أفضل. ممكن نكون مثلا نحن حاطينه بنشاطات ثقافية يعني أعطته هال زادت مهارات، زادت مهاراته. يمكن التعليم ما بتشعري انه كلمه فشل اذا ترددت كثير قدام الطالب ما لازم يتقمصها. ما لازم هي كلمه فشل انه نحن نقولها، دائما لازم نعزز له اياها بكلمات ايجابيه. انت بتقدر، انت بتقدر، انا جربنا. بقدر، نحن جربنا تماما، نحن ما منا يعني بجوز هي تكون بدايه لنجاح جديد، بدايه لنجاح عام دراسي. لما بنشوف كثير طلاب بيكونوا شوي متراجعين بالفصول الدراسيه اللي قبل، بتشوفي انه هيدا اعطاهم الاستعداد. انا لا، انا هيدي الشغلات اللي خلتني مثلا اتراجع شوي، انا التعزيز الايجابي، الكلام الايجابي، انا بقدر، انا متفوق، انا في عندي طموح، عندي اراده بدي امشي عليها. هيدا بخلي انه للطالب يعني يعطي دعم نفسي. نعم، دعم نفسي حتى من حاله، يعني هو لازم يكون له ثقه بحاله انه انا قدران، انا عندي طموح، انا لازم اتحدى، عندي تحدي، انا اليوم عم بتحدى لهيدا الكتاب، انه انا فيني ادرس، انا فيني اجتهد، وفيني وصل للمرحله اللي انا بدي اياها. ما بس انه الاهل او المدرسه، نعم بيلعب كثير دور كبير التشجيع، الاهل والمدرسه، ولكن هو بده يكون في شيء له، هو بده يكون مقتنع بهذا الشيء، مقتنع وانه هو عنده هي الثقه انه انا قدران لحتى اجيب التفوق والنجاح ومن اول العام الدراسي. لانه نحن بنعرف من اول العام الدراسي شوي اذا تهاونا ممكن تسحب معنا تمام. وما كثير كمان يعني، ولكن لازم حضيت هاي الأهداف. تهديد نبتعد شوي عن التهديد والوعيد يعني تماما، بس انه لازم حط انه انا لا انا قدران، ومن اول العام الدراسي حط هاي الأهداف وامشي عليها. طيب اليوم ذكرتي حضرتك الأنشطة، اليوم في كثير من الطلاب ممكن يمارسوا الأنشطة الصيفية اللي بيحبوها، برأيك قديش هاي الأنشطة ممكن يكون لها تأثيرات إيجابية على حياة الطالب الدراسية، وكيف فينا نخلي هالتأثيرات فعلا تنعكس على الاستعداد للعام الدراسي؟ هلا الأنشطة إذا كانت أنشطة ثقافية نحن حاطين الطالب طبعا كثير لها دور إيجابي فيها. ليش؟ هو مثلا بيكون صار عنده مثل ما قلنا استعدادات، يعني أخذ الشيء اللي هو ناقصه بالمرحلة المدرسة، وهو يعني شوي انه اشتغل على نفسه مشان يستعد للمدرسة، كلغة مثلا، اللغة الانجليزية، اللغة العربية، دورة الرياضيات، يعني بنشوف الشيء اللي هو شوي ضعيف فيها بكون عنده هيدا، وبيرجع بثقة اكثر للمدرسة. والنشاطات الصيفية الجسدية كالرياضة وهي بتفرغ هي الشحنات السلبية عند الطالب بفترة الصيف، وكمان بيرجع هو بنشاط عقلي متفتح وجسدي للعام الدراسي بهيك بأريحية أكثر. يعني هو منفس النشاطات الصيفية تمام. إن كانت رياضية، إن كانت ثقافية، إن كان أي شيء، هو بيكون منفس لي هو يرجع هيك مستعد ونشيط وبحيوية للعام الدراسي. هي أهم شيء بتحسي أول يومين الطلاب طاير عقلهم بالمدرسة وبدون بس الصبح يطلعوا ويروحوا على المدرسة. اليوم هي القصة محبة، نحن أي شيء بنحبه بننجح فيه بحياتنا. وقت نقول نحن تفوق، نحن عم نحكي عن أساسات نفسية، عن أساسات جسدية ذكرتيها حضرتك ستالين، ولكن اليوم في مفاتيح نحن بحاجتها لنقدر نركز صح. ودائما الأنشطة الصيفية بتوسع المهارات، يعني حتى الألعاب، يعني وقت اللي نحن بنحط طفل بمرحلة مبكرة
ولو يلعب لعبه بالمونتسوري او اي شيء اسمح له يفكر خارج الصندوق. يعني بيجي العام الدراسي هو عنده تفكير اوسع. اليوم بالاضافه للجسدي النفسي الغذائي، اليوم شو اهم مفاتيح التركيز للطالب؟ اهم مفاتيح التركيز ثقته بحاله وطموحه له لحتى هو بده يستعد لهذا العام الدراسي. مثل ما قلنا نحن هي الالعاب الصيفيه كلياتها بتاثر بشكل ايجابي لحتى هذا الطالب هو يكون مستعد نفسيا ويكون مستعد هيك تركيزه ومنفتح اكثر عقليا للمدرسه. التعزيز الايجابي كثير بيلعب دور. الاهل، انا اليوم مثلا طفل بده يدخل على المدرسه بهيئه كيف بهيئه، مثلا بقول له ماشي نحن بدنا نشتري اليوم الشناتي الاقلام الدفاتر، وهي ما بيحبوا غير القصص، بس هيدا كثير داعم نفسي خاصه الطفل بمرحله الابتدائي، انه انا والماما وانا والبابا نزلنا اشترينا. يعني هي الشغلات بتساعده هيك هو غير انه وقت اللي بيرجع بتحسيه هيك مجبور على المدرسه، وخاصه فتره الصيف بتكون كثير هيك فتره انه هو كثير تعود على الكسل وتعود على البيت وتعود على اليوتيوب والتاب، وهي الشغلات اللي عم تاخذ كثير وقته، فهو مرتاح بالبيت. لأ انا بدي اعطيه شغلات مفاتيح بتشجعه، نزله على السوق معي باخذ رايه، مثلا هي شغلات بدنا ناخذها بدنا نعملها هيك، يعني هي الاستعدادات كلياتها. تنظيم الوقت يمكن تنظيم جداً الوقت مهم. كتير كتير مهم هلا تنظيم الوقت، وخاصة إذا عنده الطفل مثلا هواية. هي الهواية كتير عم تلعب دور، إنه أنا بكون هي الهواية عم بعملها بالصيف، نحن بالشتوية هي الهواية بدنا ننظم له وقتها وبدنا ما نقطعها، وخاصة إذا هواية يعني إلى مستقبل مثل العزف مثل الرسم، هي الشغلات الهواية اللي هو بيفرغ هي طاقته فيها. أنا بنظم وقته، أنه أنت عندك كذا ساعة للدراسة كذا ساعة للهواية، حتى مشان ما يصير في عنده هيدا الملل. ملل صحيح. اليوم ضغط المنهاج كتير كبير، يعني اليوم ما فينا نقعد نجامل بالقصة أنه بيشبه مناهجنا القديمة، لا اليوم صحيح. الطالب عم يجي من المدرسة عم يروح على الكورس الخاص أو المدرس الخاص عم يجي على البيت، يعني فهو بحاجة لهي المساحة من خلينا الترفيهية الثقافية بحياته. ايه الترفيهية الثقافية، لأنه الملل يعني خاصة ما بدنا نخليه يمل من أول العام الدراسي، لأنه مشكلة إذا مل من أول العام فأنت بدنا نواجه نحن مشكلة، وطويل العام الدراسي كثير طويل. صيفية ايه وهو طويل، فنحن بدنا ننظم له وقته. نظم له وقته بين الدراسة، القراءة، الكتابة، ممارسة الهواية، بالعطلة مثلا النشاطات اللي هو عم بيحب مثلا يكون فيها، هي الشغلات مشان يكون هو بعيد عن الملل وعن ال تماما. اليوم التنظيم بده يكون حتى الأهل بدهم يغيروا روتين حياتهم، اليوم بدهم يمشوا مع تنظيم اليوم طلابهم، اليوم أبنائهم كيف بدهم يمشوا بالعام الدراسي، كمان نحن بدنا ننظم وقتنا اليوم مع أولادنا، كمان وضع الأهداف. اليوم في كتير طلاب وخصوصا بالمراحل الشهادة الإعدادية أو الثانوية ما بيحطوا هدف، نحن ذكرنا أنه الأهداف كتير ضرورية من بداية العام الدراسي، لكن قديش إلى أهمية ببداية كل يوم أنا بحط هدف، بنظم برنامج، أنا اليوم بدي أنجز هي المهام اللي بدي أنجزها اليوم، هي تكون تخلص معي بأوقات محددة، وأيضا يكون في عندي وقت من الراحة أو الفسحة. قديش هدول العوامل المهمين؟ هلأ الطالب الثانوي هون بيختلف بيصير عن شوي الطالب الإعدادي أو الابتدائي. طالب الثانوي هون عنده هدف لازم يحطه، أنه أنا شو ناوي أدرس بالمستقبل أو كيف بدي أدخل على المرحلة الجامعية. هلأ الطالب الثانوي وقت اللي بيحط هدف وبينظم هيدا الهدف وبيمشي عليه هو حتماً بده ينجح. يعني ما في أنا ما يعني في بعض الطلاب اللي هن عندهم مثلاً قدرات غير رفقاته من ناحية الاستواء مثلاً أو ناحية إنه هو بيقدر بيدرس وقت أكثر بيعطي اجتهاد أكثر، وفي طلاب عندهم ذكاء واستيعاب أكثر. أنا كطالب اليوم ثانوي بحدد أهدافي، بنظم وقتي، باخذ ركن إلي بالبيت بغرفة خليني مرتاح فيه أنا نفسياً، بقدر أشعر فيه بالراحة النفسية، بحدد وقتي بنظم وقتي فيها. مثلا ساعتين درست باخذ نص ساعة رياحة، وهي النص ساعة رياحة اللي أنا باخذها مثلا شغلات تخليني هيك مبسوط، ما باخذها إنه أوف أنا درست ومليت وكذا، لا أنا باخذها شغلات الإيجابية وشغلة اللي بتخليني إنه هيك فكاهي مثلا أي شيء. وهون الأهل لازم يكون في داعم، الأم خاصة لازم تكون داعم كبير بالبيت لهيدا الطالب، وأنا لازم أحط هيدا الهدف كطالب قدامي
لوين رايح وكيف لازم اوصل له، وعندي بده يكون لاوصل لهذا الطموح لازم يكون في عندي روح التحدي. انا اليوم بدي اتحدى، بدي اوصل، بدي اتحدى ظروفي، بدي اتحدى قدراتي، ممكن اعطي هذا الشيء بتنظيم الوقت اهم شيء. يمكن لازم يراقب الطالب لحتى ينجز اكثر، انه قديش انجزت انا امبارح، قديش اليوم لازم انجز من مواد الدراسيه. هذا الشيء كمان تماما، هذا الشيء هو بيعرفه بيصير بتنظيم الوقت عنده، بشو درست اليوم وكيف لازم انا احضر لبكره وشو استعداداتي. نعم. دائما الثقه بالنفس والتعزيزات الايجابيه كثير كثير بتلعب دور. طيب اليوم قاسي تالين، وقت اللي بنحكي عن التفوق عم نحكي اليوم عن تشاركيه ثلاثيه ما بين الطالب، ما بين الاهل، وما بين الكادر التدريسي. اليوم اذا كان ما في متابعه بين الطرفين يمكن الطالب بيضيع. قد ايه اليوم مهم انه الاهل يكون في زيارات دوريه للمدرسه، او يكون في تواصل ولو مثلا موبايل واتساب، انه ببعض الملاحظات بعد الهفوات او لدعم هذا الطالب؟ قد ايه مهم متابعه الطالب؟ هلا انا دائما بقول انه هيدون الثلاثي مثل ما حضرتك حكيت استاذه، انه هيدون لازم يكونوا ثلاثتهم متعاونين مع بعض. صح. الأهل ما لازم أبداً يغفلوا شو عم بيصير بالمدرسة، والمدرسة دائماً لازم تكون على اطلاع شو عم بيصير مع الطالب، وهي تقول للأهل هيك واحد اثنين ثلاثة اليوم ابنك أو بنتك كيف هن. هلأ نحن نعرف أكترية الوقت، هلأ المعلم صار بيعرف أكثر من الأهل كيف الطالب وكيف كيف اجتهاده كيف سلوكه، فنحن هون دائماً لازم نكون مترابطين مع الأهل. انت اليوم عنده في شيء بسلوكياته غلط، انا لازم اتواصل مع الاهل. الاهل في شيء سلوكي لاحظوا او شي. لاحظوا شيء مثلا عند الطالب، او عنده قدرات مثلا نفسيه او استعدادات غير عندهم يا رفقاته، انا لازم اخلي المعلم ايضا او الاستاذ يكون له علم فيها، مشان ما كل واحد فيهم يتفاجأ انا ابني هيك وانا لا. نحن الثلاثه الطالب مع المعلم والاهل يكونوا على درايه شو عم بيصير. نعم. مشان انت اليوم اذا عندك طالب متميز نحن نظهر له هذا التميز، اذا عندنا طالب لازم نشتغل عليه اكثر، ضعيف شوي نحن لازم هيدا الطالب انه نشتغل عليه اكثر بمساعدتكم انتم الاهل، بمساعده المعلم نحن، مشان نخليه انه هو يمشي على طريق التفوق التميز. احيانا بيكون عندنا طلاب ضعاف، الاهل للاسف ما كثير بيكونوا عاطينهم مثلا هيدا الوقت بالبيت، المعلم بيلاحظ، لازم هون دائما يتواصلوا معهم. واحيانا بيصير العكس، يعني هون التواصل مع المدرسه من خلال الاهل والطالب كثير مهم لحتى نخلي الطالب يوصل لحاله. خلينا نقول النقطة الأهم قبل ما نختم معك حديث يعني لا يمل أنصت، ولكن اليوم وقت أنا بعود طفلي على الحوار الصريح من بداية عمره، أنا قادرة يجي لعندي ويقول لي أنا اليوم صار معي هيك، أنجزت هيك، قصرت بهيك. فبنرجع دائما للمبادئ الأساسية بالتربية لموضوع الحوار. أكيد هذا الطالب ما رح ينحرج من الأم ولا أبو يجي إلا أنا اليوم مقصر. يعني هلأ الحوار الأم هي بدها تعرف بطريقة هيك بالحوار الهادي والذكي إنه هي تقدر تاخذ من الطفل شو اليوم أنت شو سويت ماما بالمدرسة، احكي لي لشو تكون معودته. تكون معودته. صح. وهو بده يرتاح نفسيا لحتى يحكي، ما يخاف، ما بده يخاف إنه أنت اليوم غلطت أو أخذت علامة مثلا منا منيحة أو شاكست شوي بالصف أو هيدي أنا لا، أنت شو عملت اليوم، أنا بطريقة وبتواصل ما ضروري قدامه مثلا أنا عم بحكي مع المدرسة. صح. او المعلمة هون كتير بيلعب دور، انه انا في للأسف عنا بعض الاهالي شو بيصير انه انا بياخذوا شيء من الطالب، هو لحتى احيانا يعني بيحاول انه يلفق حكاية خلينا نقول الطالب مشان يغطي على شيء هو عمله سلبي مثلا بالمدرسة، بيقوم بيحط اللوم على المدرسة او المعلمة. هون بتيجي الام بتحكي قدام المعلم، هون غلط شوي يعني ما حلوة من الأهل، إنه أنا دائما المعلم لازم شوي حافظ له على هيبته قدام الطالب يعني. مشان هو يعرف بالمدرسة أيضا يحترم، لأنه أنا وقت بقلل من قيمته شوي هون الطالب بده. فأنا هون كتير لازم انتبه على هي الخطوة، باخذ لشوف شو عم بيصير وبتواصل انا والمدرسه او انا والمعلمه وبشوف الشغلات السلبيه وبعالجها معه، وان شاء الله هيك لطلاب افضل. لا لا
أكيد بنتمنى دائما التوفيق والنجاح للطلاب بكل المراحل الدراسية، وإن شاء الله يا رب يكون عام مثمر ومليء بالنجاحات للجميع. وأكيد نتشكر حضورك معنا، المعلومات اللي قدمتيها. بقية نهار حلو لإلك. شكرا شكرا، وأنا كمان بتشكركم، إن شاء الله هيك كل عام وأنتم بخير وعام دراسي كويس لكل الطلاب. شكرا.